ازيكم يا جماعه، معاكم اسلام حسن وحلقه جديده من برنامج كلام في الكوره وتحليل مباراه بلجيكا والبرتغال اللي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي 1-0 في دور 16 من اليورو. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا قلنا انا هطلع من اي حته ومن اي مكان، صحرا كان او بستان، اللي همه الكلام اللي انا بقوله على راسي، اللي همه بقى اللوكيشنز والتصوير والاضاءات والكلام ده كله برضو على راسي يشرفني، ولو مش عاجبه انا عايز ان انا استمر في ان انا اطلع اقول اللي انا بحبه. فلو انت عايز تدعمني دوس اشتراك للقناة، فعل جرس التنبيهات، دوس لايك للفيديو، شير الحلقة يا عم وخلينا ننتشر ويمكن نكون بنقول حاجة تفيد الناس. تعال نخش بقى على منتخب بلجيكا والبرتغال وهواة التمجيد في الفائز. طب ليه ما نمجدش في الخسران؟ لان البرتغال كان يستحق الفوز. بلجيكا بتسديدة واحدة بس على المرمى قدرت ان هي تحرز الهدف، قدرت ان هي تفوز بالمباراة. بس تعال كده نبدأ بتشكيل الفرقتين، لان انا عايز اقول لك كلام كتير وممكن الفيديو يطول معنا، فمعلش استحملني واقعد كده اسمع كده عشان انا هنقلك وافصص لك الفرقتين واقول لك ايه اللي حصل. تعال نبدا بمنتخب بلجيكا اللي بدا بال 3-4-3، كورتو في حراسه المرمى، 3 في خط الظهر، فيرتونجن، الدرفيلد، فيرمالين. ما عنديش مبرر لوجود الثلاثه دول بمعدل سنهم اللي زايد عن ال 103 سنه يا كابتن خليل يا بلوشي، غير ان مارتينيز المدرب بتاع بلجيكا بيدور على عنصر خبره ما يخافش من كريستيانو رونالدو. عنده بوياتا وعنده الواد الثاني ابو شعر ده بره كان يقدر يبدا بيهم، وهو اللي بادئ بيهم المباريات في البطوله، بس هو كان عايز حد يكون عنده احتكاكات اوروبيه، لعب في انديه كبيره، احتك بكريستيانو رونالدو قبل كده، فما عندهمش الرهبه من كريستيانو رونالدو من هجوم منتخب البرتغال. ده الثلاثي اللي في خط الظهر، قدامهم رباعي على اليمين مونييه، على الشمال ثورجان هازارد نجم المباراه، 2 في قلب الملعب تيليمانت وفيكتل، وبرده دول ليهم مغزى ان الاثنين دول قاطعين كرات بالشكل ممتاز جدا، ليسوا صناع لعب، ما عندهمش الكفاءه في بناء هجمه، في لعب الكره من على الارض بشكل سلس. قدامهم طبعا على اليمين سيكا دي بروين، على الشمال سيكا ايدن هازارد، ومهاجم وحيد الدبابه البشريه لوكاكو. تعال نفصص تشكيل بلجيكا واقول لك. مارتينيز كان عارف ان هو هيقابل منتخب منظم، منتخب ما بيهموش الاستحواذ، منتخب بيعرف يلدغ كويس جدا، الا وهو المنتخب البرتغالي، فهو قرر ان انا هلعب على ان انا اخطف زيه. الرهان بتاع مارتينيز كان على ايه؟ على ان انا استغل غلطه واحده بس من منتخب البرتغال اقدر اخطف بيها واجري، زي ما منتخب البرتغال او منتخب فرنسا بتعمل، المنتخبات الكبيره كلها دلوقتي بقت تعمل كده، ما عندهاش الشق الهجومي المخيف اللي هم يهاجموا بشكل مكثف ويجيبوا جوال كتير، مع ان بلجيكا كانت كده، بس بلجيكا لو كانت فتحت قدام منتخب البرتغال، البرتغال عندها الكفاءه في ان هي ترتد عليهم بهجمات مرتده خطر جدا وعندهم سرعات كتيره جدا، فهو قرر ان هو يلعب على غلطات المنتخب البرتغالي. ليه؟ بعد اي عنصر مهاري من التشكيله، بدا بهازارد ودي بروين كصناع لعب تحت لوكاكو في ان هم يعرفوا يمسكوا كوره في نص ملعب البرتغال، دي حاجه بيقدروا يلعبوا على تفكيك خطوط منتخب البرتغال في ان هم كثير الحركه، دي بروين بيقدر يلعب حر بيقدر يلعب ناحيه اليمين، هازارد بيقدر يلعب حر بيقدر يلعب ناحيه الشمال، فاذا انا عندي عنصرين يقدروا يفككوا لي خطوط دفاع ووسط منتخب البرتغالي، وقدر ان هو يعمل كده بشكل كبير قوي في الشوط الاول، كان الاستحواذ اكتر للمنتخب البلجيكي قبل احراز الهدف بتاعه. الهدف بتاعه جه ازاي؟ جه عن طريق الهجمه الوحيده اللي دخل بيها ثورجان هازارد من الطرف لعمق الملعب وقدر ان هو يسدد تسديده حلوه جدا. وهنا هروح بقى للمنتخب البرتغالي، ايه اللي خلى ثورجان هازارد يروح من الطرف ويضم للعمق؟ لان المنتخب البرتغالي كان قافل له الاطراف وقافل له كمان العمق، بس المره دي التسديده يعني تسديده خرافيه، مهاره فرديه كبيره جدا من لاعب استثنائي، لاعب واعد، تسديده حلوه قوي، ما كانش فيها هجمه منظمه للعلم، لان البرتغال ما سمحش للمنتخب البلجيكي ان هو يعمل هجمات منظمه، لان هو كان مقفل له جميع خطوط اللعب عليه ومقفل له جميع المفاتيح اللي تقدر تخليه يعمل هجمه منظمه. هنا هروح للمنتخب البرتغالي عشان كده بدات كلامي ان انا قلت ليه ما نحييش المنتخب الخسران. المنتخب الخسران عمل جيم تكتيكي محترم، قفل جميع خطوط اللعب وجميع مفاتيح اللعب على المنتخب البلجيكي. منتخب البرتغال بدا ازاي؟ المنتخب البرتغالي بدا بال 4-3-3، باتريسي في حراسه المرمى، على اليمين دالوت، على الشمال جوريرو، 2 قلوب دفاع روبن دياز وبيبي، قدامهم ثلاثي في نص الملعب، بالينيا رقم 6 او في مركز رقم 6، قدامه 2 جواو موتينيو وريناتو سانشيز، قدامهم الثلاثي الهجومي كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، دييجو جوتا. طيب السؤال هنا،
بالاخص الثلاثي اللي في نص ملعب منتخب البرتغال. فين الناس المهاريه؟ فين برناردو، برونو فرنانديز؟ فين جواو فيليكس؟ فين الناس دي من تشكيله البرتغال الاساسيه وهي بتلعب منتخب قوي جدا زي منتخب بلجيكا؟ فين الاسماء الكبيره، اتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد، في ان هي تتواجد في التشكيله الاساسيه للمنتخب البرتغالي قدام منتخب بلجيكا؟ هنا اجابه السؤال. مدرب المنتخب البرتغالي بيلعب بالاسماء اللي توصله للنتيجه اللي هو عايزها، مش بالاسماء الرنانه على المستوى العالمي او على مستوى انديتها. برونو فرنانديز لحد دلوقتي، هسالك سؤال، هل انت شفت منه اي حاجه في البطوله دي حتى الان؟ هتقولي ما هو بقاله ماتشين ما بيبداش اساسي، طب ما هو كان في ماتشين قبلهم بدا اساسي، شفت منه ايه؟ ما عندوش المردود الدفاعي اللي بيجاري الافكار بتاعه المدير الفني لمنتخب البرتغال، ده رقم واحد. مردوده الهجومي حتى اقل من ريناتو سانشيز بكتير. ريناتو سانشيز انا شايف ان هو من نجوم البطوله حتى الان، طبعا بما ان البرتغال خرجت فالنجم هيكون اللي هو اللي مكمل، بس انا لحد دلوقتي شايفه من نجوم البطوله، ولما خد مكان برونو فرنانديز كان ليه فاعليه اقوى منه هجوميا ودفاعيا، لاعب رقم 8 على اروع ما يكون. يمكن عشان برونو فرنانديز بيلعب في غير مركزه، فان انت لما تضطر تلعبه رقم 8 دي مش بتاعته، هو بيحب يلعب حر او يلعب بلاي ميكر، يقدر يؤدي دور شبه دور دي بروين مع المنتخب البلجيكي، فاذا انت لعبته في غير مركزه وبتطالبه ببعض المهام مش هيقدر يؤديها لك زي المهام الدفاعيه، كذلك الوضع هو بعد عن المفاتيح الهجوميه او عن الاماكن الهجوميه للخصم او لمنطقه جزاء الخصم، فخليك من برونو دلوقتي. انا لما تبص بقى على تشكيل البرتغال، هي دي العناصر اللي سانتو عايزها، هي دي العناصر اللي هتأدي لي دفاع كويس، هتنقل لي الهجمه بشكل سريع زي ريناتو سانشيز، هتوصل لي المرمى الخصم بسهوله، وفي نفس الوقت هتعمل لي عمق دفاعي يأمني بشكل كبير جدا. بس الغلطه الوحيده اللي حصلت كانت ايه؟ لما قلت انا دلوقتي ان المنتخب البلجيكي ما كانش قادر يوصل لمرمى المنتخب البرتغالي، ليه؟ لان المنتخب البرتغالي كان قافل عمق الملعب بشكل كبير جدا، قافلها سواد على لوكاكو، عمق الملعب مقفول ببالينيا قدام الاثنين القلوب الدفاع، كذلك الوضع ما كانش فيه تقدم كبير جدا من دالوت ومن جريرو، لان هو قافل على الاطراف بتاعه منتخب بلجيكا، لان احنا عارفين اطراف منتخب بلجيكا قويه جدا، مونييه بيزيد بشكل كبير قوي، ثورجان هازارد من العناصر الخطيره ناحيه الشمال، فكان قافل له الاطراف، وده اللي ادى ان اطراف بلجيكا كانت بتضم للعمق كتير قوي، اللي كان برده كان بيبقى مقفول بريناتو سانشيز في ارتداداته الدفاعيه، وبالينيا في تواجده قدام منطقه جزائه، وبرده مع رجوع جواو موتينيو لان هو متحرك اكتر، كان في بيدرو نيتو موجود. بيدرو نيتو، لا بيدرو نيتو ما عندوش المردود الدفاعي اللي عند جواو موتينيو، ما عندوش المردود الدفاعي والسرعه بتاعه ريناتو سانشيز، عشان كده العناصر او الاسماء اللي انا قلتها دي كان مصيرها الدكه مع سانتو في المنتخب البرتغالي. الارتدادات الدفاعيه دي، تقفيل الاطراف، تقفيل العمق، كان مؤدي ان المنتخب البلجيكي مش قادر يوصل لمرمى المنتخب البرتغالي على مدار المباراه. زي ما قلنا الغلطه الوحيده اللي جه منها الجول ايه؟ ان لما ثورجان هازارد جات له الكوره من ناحيه الشمال وقطع بيها على العمق، كان مين اللاعب الوحيد اللي عمل غلطه؟ هو برناردو سيلفا، في ان هو كان ارتداده الدفاعي متاخر، عشان كده لما استلم الكوره وراح معاه دالوت عشان يغطي، كان قدر ان هو يسدد قبل ما دالوت يغطي عليه، وفي نفس الوقت ما كانش فيه حد جاي في ظهره عشان خاطر يعمل معاه فاول او يقدر يقطع منه الكوره. هي دي الغلطه الوحيده اللي ارتكبها المنتخب البرتغالي على مدار المباراه كلها وادت لهدف. الشوط الثاني بدا المنتخب البرتغالي يستحوذ، بدا يضغط، بدات تظهر مساحات، بدا يبان البطء في دفاع المنتخب البلجيكي، راحت البرتغال بكرات كتير جدا، ضربه الراس بتاعت روبن دياز صدها كورتوا بشكل اعجازي، التسديده بتاعت جوريرو اللي جت في العارضه، الفاول بتاع كريستيانو رونالدو بصراحه سوء حظ كبير جدا للمنتخب البرتغالي في ان هو يخرج خسران في المباراه دي، على الاقل كان يقدر يتعادل ويخرج بالمباراه دي بعد كده لركلات ترجيح او ايا كان الوضع، بس بصراحه انا واحد من الناس طلعت حبيت احلل المباراه بالشكل ده عشان خاطر ان انا احيي المنتخب البرتغالي على خروجه، احيي كريستيانو رونالدو على مجهوده. كوميكس ضايقني قوي، استفزني ان انا اطلع حل الماتش، عشان كده حتى هتلاقي ان الحلقه هتنزل متاخر. لما لقيت واحد منزل كوميكس بيقول اصل اختفت بقى ليتوانيا وفنزويلا والناس الغريبه اللي كريستيانو رونالدو بيحرز قدامها دي، عشان كده انت ما عملتش حاجه قدام بلجيكا. هو انت ما شفتش كريستيانو رونالدو عمل ايه قدام بلجيكا على مدار المباراه؟ عمل ايه في البطوله كلها قدام المانيا وقدام فرنسا وقدام منتخبات كبيره جدا واجهها في دور المجموعات؟
اقول ايه يعني، الراجل مكسر كله يعني. مش محتاج ان كريستيانو رونالدو ان انا اتكلم عليه، في ناس كتير بتتكلم عليه، بس هو واصل بمجهوده وبعطائه وبادائه ان هو مش محتاج ان حد يتكلم عليه. بلجيكا الشوط الثاني ما وصلتش المرمى البرتغال تماما، والشوط الاول ما وصلتش غير بالكوره بتاعه الهدف. البرتغال الشوط الثاني محاصر بلجيكا جوه منطقه جزائها طول المباراه. التبديلات حتى بتاعه منتخب بلجيكا لما دي بروين خرج نزل دريس ميرتنز، دي تغييره كانت غريبه بالنسبه لي شويه. يعني انت دريس ميرتنز بيحب يلعب ناحيه الشمال، وهازارد بيحب يلعب ناحيه الشمال، فمين فيهم اللي هيلعب شمال؟ فدي كانت برضو من العوامل اللي ادت ان بلجيكا ما كانتش قادره تخش منطقه جزاء البرتغال اصلا، لان اللعيبه الهجوميه اللي موجوده عندها مش متوافقه في المراكز بتاعتها. ف كل حاجه كانت ماشيه في سكه البرتغال، بس سوء الحظ هو اللي ادى ان النتيجه تخرج في الاخر ان بلجيكا حافظت على الهدف وقدرت توصل لدور الثمانيه. هتقابل المنتخب الايطالي، هيبقى مواجهه قويه جدا ومستنيينها، وانا برضو مستنيكم تدعموني، تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات، دوس لايك الفيديو لو عجبك، لو ما عجبكش دوس ديسلايك، وانزل في الكومنتات قول لي انت دوست ديسلايك ليه، وانزل برضو في الكومنتات قول لي رايك مين اللي هيكسب البطوله دي. في النهايه كان معاكم اسلام حسن، اشوفكم في حلقات جديده، سلام.